السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله اخوتي غنوريكم طريقه استقبال قمل الهوتبود مع قمل الاسترا عن طريق المونوبلوك. فشنو هو المونوبلوك؟ فالمونوبلوك هو عباره عن لاقط فيه جوج لواقط مثل هذا كما كتشاهدوا معنا، فهذا فيه جوج ديال اللواقط، فهذا خرج خصيصا باش شد به الهوتبود والاسترا، فهو كيتواجد اصدقائي في الاسواق. فكاينين ثلاثه ديال الانواع ديال المونوبلوك، كاين هذا اللي فيه كما كنشدوا معنا التونير واحد، هذا فيه سويتش في الداخل ديالو، يعني ما غتحتاجش السويتش. وكاين اصدقائي هذا كذلك، هذا مونوبلوك كما كنشدوا، كل واحد عنده ديالو، يعني كل واحد غتخرج له كابلي ديالو وغديه السويتش. هذا الميزه اللي فيه زوينه انه عباره عن مسطره، يعني كتقدر تحركه هكايا كما كنشدوا معنا، يعني تقدر تستعمله في اقمار اخرى. وكاين خوتي مونوبلوك الثالث، هذا المونوبلوك الثالث هو اللي كنستعملو باش كنشدو قمر النيسات والقمر جسات خمسة، فهو للأسف قليل في الأسواق المغربية، فهذا كنديرو فقط كما قلت لكم الأقمار اللي كتكون بيناتهم جوج ديال الدرجات، بحال لوتيسات خمسة والنيسات، بحال الهوتبود لوتيسات 16 كتقدر تستعملو. فاليوم إن شاء الله خوتي غيكون الشرح على هذا اللي خارج خصيصا الهوتبود والأسترا. إن شاء الله غندوزو حنا وياكم نوريكم طريقة الانتقال قمل الهوتبورد. من الأحسن أنك تستعمل الهوتبورد كهو اللي غتفيكسي عليه، لأن الهوتبورد كتكون الإشارة ديالو ضعيفة بالأخص في القنوات ديال الليفر وقنوات الكانال. من بعد غنوريكم كيف غنديرو نشدو الأسترا بهاد اللقطة. فاحنا حاليا خوتي كما كنشدو معنا التبصيل ديالنا راه حنا مفيكسينو على القمر النيسات، فغنعطيكم أقوى تردد باش نشدو قمر الهوتبورد. كما كنشدو معايا الإشارة على القناة المغربية 91، نمشيو لقمر الهوتبورد، نمشيو له، نستعملو التردد ديال القناة السعودية اللي تما كاين، نستعملو هاد الفريكونس هذا اللي هو 12558، القطبية غتكون في فيرتيكال حرف في عمودي، الترميز غيكون 27500. ندخلو الإعداد ديال الجهاز ديالنا. فدابا خوتي عطيناكم أقوى تردد، فقبل ما ندوزو ندورو التبصيل فضروري خصنا ندورو اللاقط ديالنا في اتجاه الغرب، غندورو واحد شوية هكا، نرخفو دابا التبصيل ديالنا، فتقريبا أنا راني مرخفو، نهبطو التبصيل تقريبا ما بين 5 حتى 6 درجات، ندورو على يدينا باليسر غير بلاتي، هاهي الإشارة ظهرات معايا، هاهي كيما كتشاهدو 91، نزيد التبصيل ديالي مزيان. وكما قلت لكم من الاحسن تستعمل الهوتبورد الى عندك تبصيل صغير 80 70، تستعمل الهوتبورد هو اللي تفيكسيه. فاحنا دابا فيكسينا التبصيل ديالنا، نشوفوا حنا وياكم القناه هي خدامه، نمشيو دابا نشوفوا القنوات المغربيه اللي كاينين في الهوتبورد. ها هي الرياضية، شوفوا شحال فيها كما كنشدو فيها 90. فدابا حاليا يمكن راه كاين إعادة ديال الماتش ديال الدفاع الحسني الجديدي والحسنية. دابا خوتي غندوزو هنا أمام الصح نوريكم كي غنديرو، نحيدو اللاقط ونركبو المونوبلوك ونوريكم الإعداد اللي كنديروهم في الريسيبتور ديال السويتش ديال هاد المونوبلوك هذا. فمن بعد خوتي ما فيكسينا التبصيل ديالنا على الهوتبورد، دابا غندوزو نحيدو اللاقط، غنجيو هكا نحيدو اللاقط اللي راه حنا شادين به الهوتبورد باش نركبو اللاقط ديالنا المونوبلوك. فدابا حنا حيدنا اللاقط ديالنا، فغنشدو المونوبلوك ها هو، نركبو فيه بعدا الكابلي، فها هو المونوبلوك ديالنا. فهذا خوتي هو اللي غنركبوه هنايا، وهذا هو ديال الاسترا، يعني الاسترا ملي نكون نشوف في التبصيل غادي هنا على يدينا ديال اليسار على هذا الشكل ها هي، ونزيرو ها هي الاشاره ظهرت لي على الهوتبورد. اما الناس اللي مفيكسين الاسترا اللي يعني دايرين الفيكس هو الاسترا وبغيت تشد الهوتبورد معاه وشريت هذا المونوبلوك هذا، فغيجيك العكس، يعني هذا هو اللي غديروا الهوتبورد وهذا هو اللي غتركبو مع الكوليه هكا غيجي. خصنا نحيدو كاع هادي، غيجي على هاد الشكل
كما شاهدتوا معايا هذا هو اللي غيبقى منايا، وهنا الهوتبود غتهبطوا يشوف شويه لتحت، اما الاسطر هنايا فكنديروه يشوف للفوق. فقط الناس الى غيسولونا على احنا مفيكسين التبصيل على الاسطر كي غيجي، فغدير هذا اللي بوحدو اللي ما راكبشينا في الكليه فهو اللي غديروا من عليه يدك اليمين، اما الا كان عندك الهوتبورد فغنديروا العكس كما قلت لكم هكا ونزيرو فقط واحد شويه غنزيروه لان غنحتاجو ندورو شويه المونوبلوك يشوف شويه للفوق. كما شاهدتوا معايا الاشاره هي 86، شوفوا عندي دابا 91. ندخلوا للاعدادات ديال الجهاز ديالنا، فانا راه كنت فايت مصوب الاعدادات ديال السويتش، فملي غدير هنا الهوتبوت فغتهبط لهنايا البيزك تيب فغتلقاها هنا نو على هذا الشكل هكا، ظهرت معك الاشاره هي هذيك ما ظهرش معك فغتردوا بيزك ال ان بي 1 ها هي. في حاله ما ظهرش معك الاشاره على ال ان بي 1 فغتهبط ال ان بي 2 كما شفتوا هي الاشاره ما عنديش فغنرجع ال ان بي 1. دابا غنمشيو للاسطر 19 غنطلعوا لهنايا فين عندنا الاقمار ونهبطوا للاسطر 19 فتا هو راني فايت مصوب له الاعدادات فغنولي نردو. فمي غدير الاسطر 19 فغتلقى تايب دايزيك تايب غتلقاها نو، فهنا غنضغطو اوكي ونهبطو ال ام بي 2 لان ال ام بي 1 راه عندنا فيه الهوتبول ونضغطو عليه. كما شاهدتوا هي الاشاره 91. فكما كتشاهدوا معنا خوتي فالاسطر 19 فهو كيجينا واحد شويه وقف على الهوتبول، كيجي على هذا الشكل هذا وقف فقط واحد شويه. فدابا غنزير هنا لان راني شاد الهوتبورد اشاره قويه وشاد الاسطر باشاره قويه، فكما قلت لكم فهاد المونوبلوك هذا فهو خصيصا للهوتبورد والاسطر، فهو كاين خوتي في الاسواق المغربيه. نخرجوا بحالنا فهي الهوتبورد هي هذه خوتي اللي احنا فيها، نمشيو للاسطر 19 نشوفوا قنوات الدازن شحال فيهم. كما شاهدتوا معايا فيهم 92، نزيدو نشوفو شنو قنوات القنار واحد قنار فوت ها هي كما شاهدتوا معايا 91. هاي ديك القناة خوت اللي كنت قلت لكم عليها وحطيت المنشور البارح بريم سبور، فها هي هاد بريم سبور. فقبل الماتش الا بغيتها كما كنشير واخا الاشارة راه ما فيهاش الصورة، كاين الاخوة اللي كيمشي يديرو في الفرنكوس وما كتعطيهمش الاشارة، فقبل الماتش بنص ساعة فغديرها التردد ودير شيش فغتنزل معك القناة وتخدم معك لأنك تظهر فقط في الماتشات ديال الشامبيونز ليغ. خوتي وصلنا النهاية ديال الفيديو ديالنا، فهذه طريقة التقاط قمر الهوتبود والقمر الأسطر 19 عن طريق اللقط المونوبلوك. إلا عجبك الفيديو هذا ما تنساش دير معك واحد اللايك، إلا كنت تشترك في القناة فشارك وفعل زر الجرس باش ديما توصل بجديد. أصدقائي تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد وحلقة أخرى إن شاء الله.